إذا صلت امرأة مع رجل محرم لها فهل الأفضل تصلي وحدها؟ وهل يجوز وقوفها عن يمينه؟ المرأة مطلقة تقف خلف الرجل سواء كان زوجته أو غيرها من محارم، تقف خلفه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنس عن يمينه وأم سليم خلفه، ومرة صلى بأنس واليتيم صفا والعزو ورائه. فسنة أن تقف المرأة خلف المصلين ولو كانوا محارم لها، تكون خلفها، هذا السنة.